جبت من الاحزاب بتاع ما حد يضربه. فهذا قوة سندر مو؟ لا ليش؟ السلام عليكم. الآن من مستشفى الصدر ننقل لكم الحالة أحد المصابين من أخواننا اللي اعتصمنا في ساحة ثورة 20. هذه الحالة نرجو من الجميع التركيز عليها. تم الاعتداء على شخص. هذا الشخص وصاحبنا تم الاعتداء عليه وهو حاليا راقد بالمستشفى، واحنا حاليا واقفين في مستشفى الصدر. هاي مستشفى الصدر. انا اطالب رئيس الوزراء، اذا انت تقول حكومتك عادله واذا تقول اني كل القوات الامنيه في خدمه المواطن، انا اريد اليوم يجرى تحقيق بهذه الحادثه. الاعتداء على المواطن وهو يطالب بحق الشعب هذا بحق